الشوط الاول يا كابتن جمال؟ والله يعني اتمنى، انما بالطريقه دي صعبه، لانه المشكله ان انت دلوقتي اللعيبه يعني زيزو قوته تفاءلوا بالخير تجدوه يا رب، بس ما هو لازم اعمل حاجات عشان اجيب بيها اهداف. انا ما بعملش الحاجات دي عشان احرز منها اهداف، يعني مثلا طريقه لعب زيزو او مصطفى شلبي ان هم اطراف جيده بيعدي من الطرف عشان يعمل كروس للراس حربه. فدلوقتي الراس حربه مش موجود، الباكين سواء نيمار او عبد الله جمعه نفس القصه، هو قوته انه بيعدي كويس، الاثنين دريبلر كويسين بيعدوا عشان يلعب كرة بالعرض. طب يلعب كرة بالعرض لمين؟ فانت مخلي امام عاشور مع نيمار مع مصطفى شلبي مع زيزو مع عبد الله جمعه، كل دول لازم يغيروا طريقه لعبهم. لا، وزيزو هيلعب على اثنين وشلبي هيلعب على اثنين، الامل كله في امام عاشور اللي بيجي من ورا، ودي دي غلطه في التشكيله الهجوميه. يعني ان انا اطلب من لعيب في نص الملعب ان هو يكمل ان هو يبقى هو الراس حربه، لا دي في منتهى الصعوبه بصراحه. ما هو ده اللي احنا شفناه المباراه اللي فاتت.